nature's corrupted, and such is far away. اليوم جايب لكم الحلقة الأخيرة من مهنة جوزيه مورينيو. نعم يا أخوان، وصلنا لنهاية هذه السلسلة البسيطة. تقريبا أخذت معنا ثمان حلقات، هذه الحلقة الثامنة. فاليوم أنا ناوي أخلص السلسلة، سواء رحت لنصف النهائي، تأهلت لنهاية الشامبيونز ليج، يمكن أسجل ساعة ساعتين ما أدري. الزبدة لازم أنهي الحلقة، معلش لازم أنهي السلسلة في هذه الحلقة، لازم إن شاء الله أسجل 3 ساعات. طبعا في البداية بنلعب ضد مانشستر سيتي بالشامبيونز ليج في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا يا اخوان. اما بالنسبه للدوري عندي مباراتين حاسمه، يعني بالنسبه للدوري اللي هي مانشستر يونايتد، ولو نقلب الصفحه نلقى عندنا ليفربول، يعني مباراتين خطيره مره في الدوري. فاليوم هو اليوم اللي بنشوف شغلنا كيف بيطلع نهايه الموسم. نعم تقريبا السيتي داخل بنفس العناصر اللي من اخر مره باريتهم فيها، يعني في محرز بس اتوقع هو التغيير. وهذه المره يا اخوان راح اعطي فرصه لإليوت انه يبدا اساسي، اوكي؟ لانه يعني ماديسون الصراحه مختفي وسولير مختفي معه. معلومه يا اخوان، طبعا انا قلت لكم دور 16 كان ابدا ما هو بطموحنا. حلو خذها، حلو خذها، والموت مانشستر بغى يبدا بدايه قويه. بس الحين دور الثمانيه على الاقل يعني كويس يعتبر توتنهام، فلو فزنا او طلعنا الموت. اصبر اصبر والموت. لا يا ابوي، منا بطالعين. احتفل ضد فريق السابق، احتفل برناردو. والله وسواها واحتفل برناردو. هل سون بيسويها؟ سون سواها وخلص قليل الحياة. رفعة بنزيما الثاني يا ولد، بلنتي خذ سروال اللاعب. خطيرة، روميرو في المكان لا والله عليك يا مجنون يا دي بروين. شكرا كيفن دي بروين الصراحة، شكرا على البلوك. البلوك بإذن الله راح يطلعك من الأبطال. ها حلو والله التمريرة هذه اللي بتطلعني من الأبطال شكلها. مانشستر مرتبك، الله لا يوفق العدو. يعيني لا يسجل سون ذا. خطيرة سون، سون ما يمشي. والله يا عيالي اذا تبي رجولة بالدفاع جيم مارتينيز وروميرو، شوف الرجولة بس. خلاص انا قررت هذول اول تعاقدين بمهنة جديدة في 23. اليوت تكفى سلفا. يا ليش يا برناردو ليش؟ يا سلام يا سلام يا برناردو. اوكي كريستيانو كان طالع معي، والله تمريرة رونالدو. على العموم بنتي الشوط احنا متفوقين يا اخوان، والله متفوقين. خطيرة، لا يا الغالي بيتر تشيك. يا عيال تشيك فاتح مساحة، فتح له الزاوية، ايش فيه؟ الظاهر مانشستر سيتي بيضغطني مرة الشوط الثاني. لا لا، هي ولد الموت. اوكي الحمد لله تشيك مسكها على الاقل شوي. اوكي يا رجل، ها كريث بيل سلامات. فودن وش ذا السرعة؟ خرب بيته. شف وضع المباراة ما عجبني يا اخوان. ايه وضع المباراة ابدا مو بكويس. يا ساتر يا ساتر، طبعا طلع فودن مصاب، سجل وطلع، نكبنا وطلع. اوكي اوها هذول معرقين الشوط الثاني. اوكي شوت برناردو، حرام عليك يا سلفا يا اخي. شوتها باليمين، بعدين باليمين منفرد اصلا، مو بعذر مو بعذر لكنها باليمين. يا ساتر محورنا وصاب بعد، يا الله يا ليل المبزرة. ابلع ما فيها شيء. دعين يا تدخل، وش هذا، ايش يسمونه هذا التدخل؟ والله ما ادري يا اخوان. برناردو سلفا يا برناردو. خطيرة، يلا يا سيرلينج تبي تسوي مهارة قدام روميرو. اوكي الوضع خطير. اوكي عدل سيرلينج لا يسجل يا عيال، تكفون. خطيرة جابرييل، يهو بيتر، لا والله حرام. وش واو بيدرو، وش واو بيدرو ذا. اوكي واضح السيتي مركز على الابطال، يعني واضح صح، ما راح تجيبها باذن الله. طيب شوفوا احنا عندنا 72 نقطه يا اخوان، مانشستر سيتي عنده 65 نقطه. الهطوف هم هازميني بس يعني يعتبرون هطوف، خلنا نسوي هذه المحاكاه. الله يستر تكفون نفوز. حلو 1-0 كويس والله، كل ما لنا نقرب من الدوري ان شاء الله حسم الدوري في الانفيلد. طيب يا اخوان 3-1 يعني يبي لنا نسجل 3 عشان نتأهل. 3-0 والله ما ادري اقدر اسويها وانا معي ذا العناصر ضدي ذا السيتي ذا اللي ما يتعبون الله يوفقهم. ايه وانا ايام تيم بروكلي، بس احس اني اقدر اقلب النتيجه من قبل اصلا ما اخسر، وانا ادري اني بقلب النتيجه كذا، احس في نتيجه بتنقلب وشي ما ادري. اوكي حلوه سولير، يمكن يا عيال، والله ما تدرون. اوكي ها ما تدرون، يمكن طرد. اي خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. كريستيانو متاكد
كريستيانو اتركها لماديسون. كريستيانو اتركها لماديسون. ماديسون ماديسون تكفى تكفى. ركني خطيرة للسيتي يا ساتر. اوكي لا والله كانت بتنتهي المباراة لو سجلها سون. خطيرة سون. اوه ماي جاد يا اخوان يا اخوان شكلنا ودعنا الابطال صح. يا سلام يا سلام يا سلام. بنزيما لا برناردو المربى فاضي. مورينيو كل أربعة يا اخوان نفس ما كلها في الصدق. اوكي استاذ كريستيانو رونالدو مو بحنا في نلعب فولتا العب زي الرجال وترك عنك ذا الحركات. اوكي بنزيما برناردو يا عين يا برناردو انت شفيك شفيك ما تحب فريقك القديم شكلك الموت. والله يا بيتر يا انك رجال اكسب يا عين يا مارتي. اوكي تكفى متى متسلل بنزيما يا عيني ما في تسلل. كفو كفو باقي هدف يا اخوان هدف. ايه حلو 2-1 قبل ما ينتهي الشوط. لا رونالدو بتسويها يا رونالدو. لا لا ما تسويها ما تسويها. هنا الشوط والله متقدمين كويس كويس بس انتبه من الشوط الثاني ترى السيتي يتغير 180 درجة الشوط الثاني. خطيرة خطيرة دي بروين. ايه بيوزع الحمد لله الحمد لله. بسرعة بسرعة قدام 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 كريم قدام بنزيما قدام بنزيما. لا يهو وش ذا برناردو. الله يقرع شفتوا الكنترول شلون والله العظيم يسوقونها فيفا والله العظيم. قلت لكم انهم يسوقونها صدقوني. والله هي عدت يا عمي امش فاول علي الحين والله العظيم مرجله يا عيال والله وو. الشوط الاول كاسرين زي كذا اعطاهم اصفر. ضف وجهك بس دياز ضف وجهك بس يا عمي والله كاسرين زي كذا الموت. اوه يا ساتر يا ساتر والله كاسرين زي كذا يوم الفاول الشوط الاول اعطاها اصفر والحين يعطي طرد. اوه ماي جاد باعوها باعوها باعوا المباراه. يا الله باقي ربع ساعه والوضع صعب يا ساتر. ستيرلينج راح للزاويه ضيع شوف البزر والله راح الزاويه ضيع وقت ستيرلينج والله يوفقه. اوه ماي جاد يا عيال اليوتي 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 يا سلام يا عمي حلو دف دف محور ذا بيحافظ والله من حقه بيب الصراحه يا عمي يا ستيرلينج يا ستيرلينج. طيب يا اخوان احنا ودعنا دوري ابطال اوروبا نعم ما بعد انتهى بس انا اقول لكم احنا ودعنا الشامبيونز نعم. انا احب اوجه كلمه للعيبه شكرا لكم اللي قدمتوه في الشامبيونز ليج هذه السنه صراحة شيء كبير اللي قدمناه والله العظيم شيء كبير. اوكي اوكي يا سلام بالدي بالدي الله عليك الله عليك الله عليك يلا ما عليه ما عليه صفر خلاص. اوه اوكي للحين الكرة معنا صفر والله ما يعني والله قدمنا والله قدمنا في الشامبيونز قدمنا. فالكم ان شاء الله الخسارة يا مانشستر سيتي باذن الله في نصف النهائي ما تعدون باذن الله. جوزي مورينيو عندك تصريح شيء قله يا عمي اشغلتنا يا شيخ ما انت بسبيشال 1 انت. الفارق 10 نقاط يا اخوان يعني فارق جميل الصراحة بالدوري راح يكون في الانفيلد حسم الدوري راح يكون في الانفيلد وتياجو الكانتارو هو السي بي وارنولد هو الوسط يا عيني على فيفا صفقوا لهم صفقوا لهم يا اخوان. في حال ان فزنا بهذه المباراه رسميا احنا ابطال الدوري يا اخوان. طيب تكلم عن البطوله طيب تكلم ان حاسمين الدوري او بنحسم يعني الدوري ايش ذا يا اخي يا اخي فارس عوض تكفى الله يرحم والديك عطنا قيمه. اوكي توتنهام ما له قيمه بس يعني عطنا قيمه انت تكفى لو انت بس كنتارا الله يوفقك اليوم ان شاء الله بقلب الدفاع باذن الله انا اشجعك اليوم رفعات رفعات من جهتي عشان رونالدو يرتقي. اوكي الليفر والله من زمان عن ليفربول اني اواجهه في ال... ها اصبر اصبر اقول ايه صح عليك عاد ليفربول يلعب ضغط عالي ف يقول لك الضغط العالي يسبب مساحات ومرتدات للخصم اللي هو حنا. طيب انا اجيكم احلى مرتدات ولعب على انطلاقات نحو الامام خطيره. روح 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 معك الكنتارة ترى الكنتارة الكنتارة والله شوف كيف رونالدو طيارة يمديك يمديك ردون يمديك يا إلى الآن نتيجة 0-0 بالنسبة لي والله العظيم والله الهدف هذا ما يحسب الهدف هذا إلى الآن ما أثر علي ما أثر علي. شكرا لكم مع تحيات الهيئة العامة للتصرف السليم. أوكي يا سلام يا سلام روح روح يا عيني يا عيني يا عيني ماديسون إيه أقول لكم النتيجة الحين 1-0
1-0 لنا. اوكي تعال ابو صلاح، تعال بسولف معك شوي يا اسطى. اوكي رونالدو، يعني تحرك كريستيانو، بنزيما 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 بنزيما، اوه فان دايك انت اسرع من بنزيما يا فان دايك ما شاء الله. خطيرة روبرتسون، ايه مسوي فيها يعني تحضر للرفعة، واخر شيء جت كذا بيض يا شيخ، بلا تحت فرصة بلا خياس والله العظيم ما فيها شيء، طلع من الدلع بس. اوكي رونالدو رونالدو عاد فان دايك يا عيني، كريستيانو نبغى سي نبغى سي في الانفيلد، سي 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 تكفى لا سو هذه يلا سي يلا ما عليه. خطيرة جوتا، خطيرة ابو صلاح طبعا متسلل ادري، نعم نعم وش التمريرة الفضائية هذه يا عيال، اكسب بامبو حلو دفة وماني على جنب، وش جالسين يسوون فيفا بذا الجيم، وش جالسين يسوون فيفا بذا الجيم هذا هو سؤالي. اوكي ماديسون 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 يو الله 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 كارلوس سولير، والله ماديسون ركناته، شوف الركنة يو ليتها جت، والله والله يا ليتها جت. 3-0 النتيجة، تكفى لي في بالي، او ماي جاد او ماي جاد كريستيانو، اوه رادو يا ساتر يا ساتر، عد 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 من ذا المصور، عد من ذا المصور، اها سولير يلا ما عليه ما عليه ما عليه ابو كارلوس ما عليه، يا يعني السيتي جلدنا طلع حرتنا في ليفربول يا سلام. خطيرة روميرو، سلكت والله يا بيتر شك قوي يا عيال بشكل، يقلع عم السلك يا شيخ. يا اخوان هذا اول مرة راح اسجل هدف وانا مغمض، شوف مغمض والله مغمض، نعم ايزي، بس احتاج اناظر الحين كيف سجلته، سته في زاوية اليسار صح؟ طبعا يا اخوان طبعا ايزي يا اخوان، وانا مغمض اجيب الدوري وانا مغمض، اعطي مورينيو كلام وهياط في المؤتمر، جبت الدوري وانا مغمض، هذا عنوان الدوري. طرد طرد اطرد اطرد رونالدو، والله انك رجال، طردين اقسم بالله انك رجال، بس كيف لعبت على البلاي ستيشن الهطف، حسبني بركض. اوكي حلوه الكوره، يلا اطرد اطرد الموت، بنزيما تشب تكفى يا عمي تشب يا شيخ. سولير تدلع، سولير المرمى 7 متر تدلع قدامه. اوكي مجهز بيتر، انا داري داري بيتر كورسو ايش دخله ما ادري، بسرعه الموت سولير سولير سولير، الله على جماهير توتنهام اللي تعدهم على الاصابع 5 بس هم يا عيني، ضايفين كلهم في جروب واتساب جمهور توتنهام. معلومه يا اخوان، حنا ما خسرنا في الدوري من يوم خسارتنا ضد كريستال بالاس في ديسمبر 2021، جلسنا شهر شهرين 3 شهور 4 شهور 5 شهور 5 شهور او تقريبا 6 شهور متواصله من الانتصارات في الدوري يا اخوان. اما بالنسبه لبطل تشامبيونز ليج من صار، طبعا بما ان طلعنا احنا المرشح الاول يعني من اللي فاز بالتشامبيونز، او ما بعد لعبه ونهائي الماني. اوكي البايرن يا اخوان بطل دوري المؤتمرات اللي كانه دوري ابطال اوروبا يعني على حسب الصوره اللي بس نشوفها قدامنا. بالنسبه لهدف الدوري توقعنا كريم بنزيما صح، كريم بنزيما نعم كريم بنزيما 28 هدف، كريستيانو 21 هدف. ارقامنا في هذه السلسله، ارقامنا بالله خلينا نشيك على ارقامنا في هذه السلسله، جوزيه مورينيو لعب 63 خسر 8 بس، فشكرا جوزيه مورينيو وشكرا لاي شخص تابع هذه السلسله، وفبس هذا اللي كان عندي اليوم، تنسى لايك والاشتراك ومع السلامه.